بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم يا شيخ صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وحيا الله الجميع، ونستقبل اتصالاتكم للرسائل النصية فقط على جوال البرنامج 0501785536. حياكم الله. نبدأ بارك الله فيكم معالي الشيخ بما بعث به الأخ أبو عمر من الرياض، يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يسأل: ما هو ضابط الدعاء المستجاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. الدعاء المستجاب هو ما كان موافقا لما شرعه الله ورسوله، وأيضا الاستجابة عند الله جل وعلا. نحن علينا الدعاء: ادعوا ربكم، وعلى الله الإجابة، ولكن الإجابة لها شروط: أن يدعو الله عز وجل مخلصا له الدعاء، فادعوا الله مخلصين له الدين، فسمى الدعاء دينا وسماه عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسماه دينا وسماه عبادة لعظم شأنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، بمعنى أن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي الوقوف بعرفة هو الحج، بمعنى أنه أهم أركان الحج، فهذا يدل على أهمية الدعاء، وأن الإنسان يكثر من الدعاء لله عز وجل، وهو إذا دعا الله فإنه يعبده بذلك الدعاء، والله جل وعلا قريب مجيب. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا السائل يقول في قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور، يسأل عن معنى هذه الآية وكيف يسلم المرء وجهه إلى الله. ومن يسلم وجهه إلى الله، يعني يخلص، المراد بإسلام الوجه إخلاص العمل لله عز وجل، وهذا أحد أنواع أسباب القبول، فلا بد أن يسلم وجهه لله، بمعنى يخلص وجهه لله، ولا بد أن يكون متبعا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله يعني أخلص في عبادته لله، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. فيشترط في العبادة شرطان: أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، ليس فيها رياء وليس فيها سمعة وليس فيها شرك، وأن يكون العابد لله متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، أن يعبد الله على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. العروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، هي العروة الوثقى، وهي كلمة الإخلاص، فهي كلمة عظيمة،
العروة الوثقى وكلمة الإخلاص، فهي كلمة عظيمة. نعم. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل يقول: إذا كان الإنسان يعصي الله ثم يتوب ويتكرر منه ذلك، ما الحكم في ذلك؟ أن يستمر على التوبة، وكل ما أذنب فإنه يتوب إلى الله ولا يقنط من رحمة الله ويقول أنا أذنبت ثم رجعت إلى الذنوب، بل كل ما أذنب يتوب إلى الله، والله جل وعلا يتوب على من تاب. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. يقول حفظكم الله في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. في الوقت الحاضر نجد أن هناك من لا يحسن لوالديه ويعقهم ويعصيهم، ما رأي فضيلة الشيخ صالح؟ الله سبحانه وتعالى جعل حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى، مما يدل على أهمية حق الوالدين وتأكد وجوبه على العبد. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو التوحيد. وبالوالدين إحسانا، هذا بالبر بالوالدين والإحسان إليهما، ما يدل على أهمية حق الوالدين، أن الله جعل حقهما بعد حقه سبحانه وتعالى. حق الله هو العبادة، وحق الوالدين البر والإحسان إلى الوالدين. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله يقول أنه هناك كثير من الشباب، بعضهم يعني لا يعطي والديه حقه ويعصيه وأحيانا يغضب عليه. نعم، هذا واقع، ولكن على من يفعل ذلك أن يبادر بالتوبة إلى الله، وأن يحسن إلى والديه ويبر بهما. نعم. أبو عبد المنعم من الرياض يقول: أنا شاب ولم أتزوج حتى الآن، هل الزواج فرض؟ وما نصيحتكم لمثلي لم يتزوجوا؟ نعم، الذي يخاف على نفسه من الوقوع في الحرام يجب عليه وجوبا أن يتزوج ليعف نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالزواج متأكد، لا سيما عند الحاجة إليه، لأنه يعف الإنسان، ولأنه يحصل بسببه إنجاب الذرية، ولأنه فيه القوامة من الزوج على زوجته. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الزواج له أهمية عظيمة في الإسلام. نعم. أبو سالم من القريات يقول في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، يسأل بارك الله فيكم عن هذه الآية المباركة. هذه الآية المباركة فيها أن الإنسان لا يأكل أموال الناس ويماطل بحقوقهم ثم يحوجهم إلى شكايته على الحكام وعلى القضاة، بل عليه أن يؤدي الحقوق التي عليه بطيب نفس وانقياد، ولا يحوج أصحاب الحقوق إلى أن يشتكوه إلى السلطة وإلى أن يقاضوه عند القاضي. نعم. أحسن الله إليكم. أبو متعب من الجوف يقول: لي حق عند أحد الأقرباء ولكن معسر، وهل إذا تركته ولوجه الله عز وجل ينطبق علي قول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون؟ نعم، ينطبق عليك هذا، فالمعسر يجب إنظاره، وإن تنازلت عن الحق الذي عليه
وسامحته فهذا أحسن، إما الإنظار وإما المسامحة، والمسامحة أحسن. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أبو طارق من جدة يقول: في قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ما المقصود بذلك؟ وهل هناك من يسعى لانحراف المسلم؟ نعم، هذه إرادة شرعية، الله جل وعلا له إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الشرعية يحبها الله سبحانه وتعالى ويحب أهلها، وأما الإرادة الكونية فهي القدرية التي لا بد من وقوعها، وقد يحبها الله جل وعلا وقد لا يحبها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بارك الله فيكم، ما المقصود بالضعف في الآية الكريمة التي يقول: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا؟ الضعف واضح، الضعف هو العجز، العجز عن القيام بما على الإنسان، فلولا إعانة الله له ما استطاع أن يقوم بما عليه من الواجبات والحقوق. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يسأل يقول: بالنسبة للإمام إذا كان يفتي وهو ليس على علم، هل له ذلك؟ لا يجوز أن يفتي إلا من عنده علم، وإلا إذا أفتى بغير علم كان ممن يقولون على الله بغير علم، وهذا فوق الشرك. قال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا يدل على عظم القول على الله بغير حق، وأنه فوق الشرك وأشد من الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى المسلم أن لا يفتي إلا عند الحاجة، وبما يتأكد أنه موافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك فتوى في الأمور العامة، وهذه يرجع فيها إلى الجهة المختصة كدار الإفتاء، وهناك أمور عامة هذه يفتي فيها الإنسان بعلمه، وهي المسائل الفردية، وهذه يفتي فيها الإنسان بما عنده من العلم وإلا يسكت. وأما الأمور العامة التي تتعلق بالأمور المشتركة والأمور الملحة، فهذه يرجع فيها إلى الجهات المختصة بالإفتاء ولا يدخل فيها الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. إبراهيم من الدوادي يقول: في قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، هل يشمل ذلك ما يفعله من يقصر في عبادته من المسلمين؟ نعم، يشمل هذا من يقصر في عبادته الواجبة، في عبادة الله المفروضة والواجبة على العبد، فإن قصر في ذلك وهو يستطيع القيام به فإن الله جل وعلا تهدده بالعقوبة. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أم علي من جدة تقول: كيف يحسن المسلم أو المسلمة الظن بالله عز وجل؟ نعم، بأن يثق بأن الله جل وعلا قريب مجيب، وأن الله غفور رحيم، وأن الله تكفل بأرزاق عباده، فيحسن الظن بالله عز وجل. وأما من يسيء الظن بالله فهذا فعل الجاهلية، قال الله جل وعلا: يظنون بالله غير الحق
ظن الجاهلية. قال تعالى للكفار لم إذا دخلوا النار: ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. نعم. أحسن الله إليكم. عمران محمد يمني مقيم في المملكة يقول في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يقول بارك الله فيكم، هل هذا في الآخرة أم في الدنيا؟ هذا في القبر، فإن له معيشة ضنكا، هذا عذاب القبر. ونحشره يوم القيامة أعمى لا يبصر، لأنه عمي عن الحق فأعمى الله بصره. نعم. أحسن الله إليكم. أم عبد الله من القصيم تسأل عن تفسير الأحلام، وهل يجب عليها عندما ترى أي رؤيا أن تذهب لتفسيرها وتعبيرها؟ لا، ما كل الأحلام لها تفسير، قد تكون أضغاث أحلام وهي من الشيطان فلا يلتفت الإنسان إليها. أما إذا كانت أحلام لها أهمية ولها، فإنه يسأل من يعبر الرؤيا. نعم. أحسن الله إليكم. عوض محمد من الدوادم يقول في قوله تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. يقول هل المقصود في الآية أذكار الصباح والمساء؟ يشمل الأذكار ويشمل صلاة النوافل، يشمل أنواع الطاعات، فهو عام. نعم. أحسن الله إليكم. ياسر محمد من الجوف يقول: هل ورد حديث عن فضل الدعاء بين الظهر والعصر في يوم الأربعاء؟ ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا يوم الأربعاء فاستجيب له، وهذا ليس عاما لكل أحد، إنما هذا وقع للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس ليوم الأربعاء خاصية. يعني لا يؤخذ من هذا أن ليوم الأربعاء خاصية في الدعاء، الله أمر بالدعاء في كل وقت، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال تعالى: وإذا سألك عن عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالمسلم يدعو ربه في كل وقت وفي كل حين، ولكن الدعاء في الصلاة والدعاء في آخر الليل والدعاء يوم الجمعة هذا آكد في الإجابة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أم ياسر من تبوك تقول في قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآية، تقول: نرغب من فضيلة الشيخ صالح توجيه كلمة لأخواتنا للمحافظة على زينتهن وعدم إبرازهن للناس. نعم، على المرأة أن تحافظ على سترها وعلى حشمتها وعلى حجابها، لأن ذلك يقطع أطماع الفساق بها ويصونها، فالحجاب فيه فوائد عظيمة وفيه طهارة للقلوب. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وكذلك يمنع أطماع الفساق في المحجبة. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، يعني يعرفن بالعفة والنزاهة، فلا يؤذين. إنما يطمع الفساق في المرأة المستهترة والمتساهلة في حجابها، أما المحجبة فإنهم لا يطمعون بها، يصونها عن أذاهم. فالحجاب فيه فائدتان: فائدة أنه يقطع أطماع الفساق
في المحجبة، وفائدة أن فيه طهارة للقلوب. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أبو ماجد الزهراني يقول: بالنسبة للصلاة مع رجل لا يلبس شيئا على عاتقيه، هل تصح الصلاة في ذلك؟ وما هي سترة الرجل لعورته؟ سترة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، السرة داخلة في العورة والركبة داخلة في العورة، فإذا ستر ما بين السرة والركبة فإنه قد ستر عورته وتصح صلاته بذلك. نعم. والعاتقين يا شيخ، تغطية العاتقين؟ العاتق هذا مستحب. نعم، هذا مستحب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نعم. السائل يقول: أنا وليد العيسوي من ليبيا، لدي سؤال جزاكم الله كل خير، ما هي قيمة إطعام مسكين كفارة لمن عليه قضاء صيام؟ يسأل عن القيمة المادية. عليه نصف الصاع، كيلو نصف من الطعام، إذا كان لا يستطيع القضاء، إما لكبر وإما لمرض مزمن، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار كيلو نصف، ويجزيه ذلك عن الصيام لعجزه. قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، يعني رمضان، صيام رمضان، وعلى الذين يطيق، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم قال: وعلى الذين يطيقونه، فالذي لا يستطيع الصيام لا حضرا ولا سفرا بصفة دائمة، فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا كيلو نصف عن كل يوم، وليس عليه صيام. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أم بدر تسأل تقول: هل لي أن أذهب إلى العمرة حتى وإن رفض زوجي أن أذهب مع أهلي لأداء العمرة؟ لا يجوز لك أن تسافري إلا برضا زوجك وموافقته على ذلك. نعم. نعم. أبو هيثم مقيم في المملكة يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما هو الإحسان المطلوب في هذه الآية المباركة؟ الإحسان في الأصل هو الإتقان، إتقان العبادة لله، فمن أتقن العبادة لله بإخلاص واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله يحسن إليه. هل جزاء الإحسان في العبادة إلا الإحسان من الله بالأجر والثواب؟ نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. يقول: بارك الله فيكم، هل قراءة التشهد الأول مثل التشهد الأخير أم هناك إضافة وزيادة؟ التشهد الأول ينتهي عند قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأما التشهد الأخير فيضاف إلى التشهد الأول الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. أبو عبد العزيز من الدمام يسأل ويقول: بالنسبة للمسلم الجديد الذي هداه الله سبحانه وتعالى، يسأل: ما هي الأشياء المهمة التي يجب أن نعلمها له في بداية إسلامه؟ تعلمونه أركان الإسلام، تعلمونه العقيدة، تعلمونه الصلاة، تعلمونه الزكاة، تعلمونه صيام رمضان، تعلمونه الحج والعمرة، أركان الإسلام. هذا النوع من العلم علم يجب على كل مسلم، فرض عين على كل مسلم ومسلمة. نعم. أحسن الله إليكم. هل هناك ليلة معينة في شهر رجب
احتفل بها المسلمون سابقا أو الصحابة؟ وهل في شهر رمضان شهر رجب فضائل أخرى؟ شهر رجب ليس له فضائل إلا أنه من الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال، وليس له فضيلة ولا في بعض أيامه فضيلة، هو كسائر الشهور. نعم. أحسن الله إليكم. آدم عبد الله يسأل من الرياض، يقول: أنا سوداني مقيم في المملكة، أسأل عن العقيدة الصحيحة وكيف أتقي الله سبحانه وتعالى والبعد عن زيارة القبور والتمسح بها كما أرى بعض من هم في قريتي. عليك أن تتعلم العقيدة الصحيحة، وذلك ميسر ولله الحمد، فهناك الجمعيات الخيرية يعلمون العقيدة، يعلمونك العقيدة، فارجع إلى إحدى الجمعيات الخيرية ويعطونك ما تحتاجه من الكتب في ذلك ويعلمونك أيضا. نعم. أم هيثم من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم، تقول: يا شيخ صالح، أنا خالتي زوجها متوفى وإلى الآن لم تنتهي من العدة، وفي بعض الأوقات تشعر بالملل وترغب في الذهاب إلى ابنها للقهوة معه، يوجد بين منزلها ومنزل ابنها شارع فقط، هل يجوز لها أن تذهب إليه؟ نعم، يجوز لها أن تذهب لحاجتها في النهار، يجوز للمعتدة من الوفاة أن تخرج لحاجتها في النهار وتقضي حاجتها وترجع إلى بيتها، ومن ذلك أن تزور قريبها أو قريبتها. نعم. أحسن الله إليكم. البيت المعد للبيع هل عليه زكاة مع العلم أننا كنا ساكنين فيه ثم خرجنا؟ كل ما ينوى بيعه، ينوى للبيع ويعرض للبيع، ففيه الزكاة لأنه من عروض التجارة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل بارك الله فيكم ويقول: بالنسبة للتعدد في الزواج، ما حكمه؟ وإن كان فيه ضرر على الزوجة الأولى، هل هو من الظلم لها؟ التعدد مباح، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. الله أباح التعدد لمن يثق بقيامه بالعدل، والعدل بين الزوجات يكون بالنفقة وبالكسوة وبالمسكن وبالمبيت، أربعة أشياء لا بد أن يساوي بين زوجاته فيها. نعم. أحسن الله إليكم. نتواصل مع الإخوة والأخوات عبر جوال البرنامج، وهذا سائل آخر يسأل من الجبيل، يسأل عن قصر الصلاة وعن جمعها في حال المطر، هل هو لكل شخص يفعل ذلك أم لا؟ القصر لا يجوز إلا في السفر. نعم. لا يجوز القصر من أجل المطر، إنما يجوز الجمع بين المغرب والعشاء في وقت نزول المطر الذي يبل الثياب، أو في وجود الوحل الذي على طريق المسجد من الماء والطين، فيجمعون بين المغرب والعشاء تخفيفا لهم وتجنيبا لهم من المشقة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل ويقول: أنا كثير الغضب وكثير الانفعال، وأحيانا لا أملك نفسي وتصدر مني كلمات نابية، وبعد قليل أجد نفسي قد ارتاحت وأستعيذ من الله سبحانه وتعالى، هل في ذلك شيء وما هي نصيحتكم لي؟ إذا ندمت وتبت إلى الله واستغفرته فليس عليك شيء، يرجى لك إن شاء الله المغفرة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، في الآية الأخرى إنه سميع عليم. نعم.
أحسن الله إليكم. أم ياسر من القصيم تقول: استهان بعض الرجال بالحلف بالطلاق عند أدنى موضوع، وأصبحت المرأة تخاف من ذلك، فما هي نصيحتكم لهم لتجنب ذلك؟ لا يجوز للزوج أن يتلفظ بالطلاق إلا في موضعه وعند الحاجة إليه، أما أن يجعله على لسانه دائما فلا يجوز له ذلك، لأنه ربما يقع عليه الطلاق الثلاث إذا تكرر فيعيش مع امرأة لا تحل له، عليه أن يحفظ لسانه من التلفظ بالطلاق لأنه لفظة خطيرة. نعم نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذه إحدى الأخوات أم ثامر تقول أن والدتها كبيرة في السن ولا تعي من حولها، هل تسقط عنها التكاليف الشرعية وهل يصام عنها شهر رمضان المبارك الذي لم تصمه حتى الآن؟ إذا بلغت إلى حد أنها ليس عندها تفكير ولا تعقل شيئا بصفة دائمة فليس عليها صيام وليس عليها صلاة، سقطت عنها التكاليف لأنها ليس عندها إدراك وليس عندها عقلية وفهم، فيسقط عنها تسقط عنها التكاليف والحمد لله. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ صالح. هذا السائل أبو ناصر من الجوف يقول: كيف يكون القرآن الكريم مخرج من الفتن ومن المصائب؟ يكون مخرجا من الفتن والمصائب إذا تمسك به المسلم، إذا تمسك به وعمل به فإنه يخرجه من الفتن، قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قيل: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم إلى آخر الحديث. فالمخرج من الفتن هو التمسك بكتاب الله عز وجل وهو القرآن والسنة النبوية. نعم. السائل نادر محمد من الأردن عبر جوال البرنامج يسأل عن تحقيق التوحيد وفضل ذلك، وكيف أحقق التوحيد؟ تحقيق التوحيد تصفيته وتخليصه من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع ومن المعاصي، هذا هو تحقيق التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب كما في الحديث. نعم أحسن الله إليكم. يسأل بارك الله فيكم عن يسأل يقول: ما حكم لعن الأشخاص عند أقل موضوع أو أقل خصام؟ لا يجوز اللعن، إطلاق اللعن على الأشخاص وعلى الدواب وعلى المساكن والبقاع لا يجوز ذلك. فقد كان رجل، فكانت امرأة مع النبي تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم ولها ناقة تسير عليها، فلعنتها، لعنت الناقة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ ما على الناقة وأن تسيب. قال الراوي: فكأني بها تسير ولا يتعرض لها أحد. قال: لا تصحبنا، قال صلى الله عليه وسلم: لا تصحبنا لا ناقة ملعونة. نعم. أحمد سعيد يقول بارك الله فيكم: ما حكم علم الأبراج ومعرفة الحظ؟ لا يجوز، هذا اعتقاد باطل، والأبراج لا تدل على حظ ولا على شيء من الأشياء، إنما هي مخلوقات خلقها الله سبحانه، منازل الشمس، الأبراج هي منازل الشمس وهي مخلوقة ومدبرة وليس لها خاصية من ناحية الحوادث والحظ والنصيب وما أشبه ذلك. على المسلم أن يتوكل على الله وأن يدعو الله وأن يتوجه إلى الله ولا يتعلق قلبه بغير الله من الأبراج والبقاع
والأشخاص فألق قلبه بالله وحده ويدعوه وحده. نعم. يقول بارك الله فيكم سؤاله الآخر عن التمسح والتمسك بأستار الكعبة. لا أصل لهذا، المشروع بحق الكعبة استقبالها في الصلاة والطواف بها في حج أو عمرة، هذا المشروع في حق الكعبة. نعم. يقول بارك الله فيكم من عادتنا أننا إذا خرجنا من الحرم المكي بعد الطواف لا نلقي الكعبة ظهرنا ونمشي ونحن إلى الأمام، فهذه عادة لدينا، فما حكم ذلك؟ هذه عادات باطلة ولا يجوز هذا، اخرجوا على اتجاه، على استقبلوا الجهة التي تريدون الخروج منها، ولا تستقبلوا الكعبة وتولوا ظهوركم نحو المخرج الذي تريدونه، هذا من أمور الجاهلية ومن أمور الجاهلين. فإذا خلصتم من الطواف ومن الصلاة أخرجوا على اتجاهكم والحمد لله، ولو كانت الكعبة خلف ظهوركم. نعم. نعم. محمد الناصر يقول حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، ما صحة هذا الحديث؟ هذا حديث مكذوب ولم يثبت في السفر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم حديث واحد، كلها باطلة. وإنما من أتى إلى المدينة فإنه يصلي في المسجد النبوي ما تيسر له، ويذهب ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر وينتهي عند ذلك. نعم. نعم. شيخ صالح، هناك من يعتقد أن من تمام وكمال العمرة وصحتها زيارة المدينة المنورة، ما صحة ذلك؟ هذا لا صحة له، هذا لا صحة له، ولا ارتباط لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة. نعم. نعم. ياسين محمد له بعض الأسئلة، يقول في سؤاله الأول حكم جمع الصلاة لمريض غسيل الكلى. إذا كان يحتاج إلى هذا ويشق عليه الصلاة في وقتها فلا بأس أن يجمع بين الصلاتين دفعا للمشقة، يجمع بين الظهر والعصر، يجمع بين المغرب والعشاء دفعا للمشقة عنه. نعم. يسأل يقول هل تسقط الصلاة عن من أغمي عنه لمدة شهر تقريبا، أم يعيد ما فاته بعد أن يرجع له عقله؟ لا تسقط عنه الصلاة إذا طالت المدة وهو ليس عنده شعور، تسقط عنه الصلاة، فإذا صحى وعافاه الله فإنه يحافظ على الصلاة في المستقبل. نعم. أحسن الله إليك. إنما ورد أنه إذا أغمي عليه ثلاثة أيام وصحى فإنه يقضي الصلاة في حدود ثلاثة أيام فقط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول متى تبدأ الساعة الأولى من يوم الجمعة؟ هي محتملة في كل اليوم، أخفاها الله في اليوم يوم الجمعة من أجل أن يداوم الإنسان في كل اليوم على عبادة الله وعلى الدعاء، فيكون ذلك خيرا له. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الأخير بارك الله فيكم يقول هل ورد فضل في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ سورة الكهف ورد فيه حديث ضعيف عند أهل العلم. نعم. وبالنسبة لصلاة الفجر بارك الله فيكم، سورة السجدة وسورة الناس الإنسان؟ نعم، هذا سنة. الحمد لله. هذا سنة أنه يقرأ في صلاة الفجر الركعة الأولى لسورة السجدة، ويقرأ في الركعة الثانية بهل أتى على الإنسان سورة الدهر، هذا سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاك الله خير يا شيخ صالح، بارك الله فيك وفي علمك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك.
أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا ومن يسكنها ومن يعيش فيها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظنا من كل شر ومن كل مكروه، وأن ينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، إنه على كل شيء قدير، كما نسأل الله عز وجل أن يغيث البلاد والعباد. نلقاكم في لقاء مقبل بإذن الله تعالى، تحية لكم من الزملاء كافة ومن المخرج سلطان العتيبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.